احترامي سيادة الرئيس. دبرني حيدر، شو الأخبار؟ سيدي خلال ساعة كل الطاقم القديم رح يروح وأسراره رح تندفن معه. تأكدت إنه كل الأسماء اللي بدنا إياها موجودة؟ طبعاً سيدي، كل المرتبطين بالملف من اقتصاديين ومن سياسيين ومن عسكريين، كل شيء له علاقة بملف وضاح وعاصي وقائمة الست صوفيا كمان. مين رح يكمل مشروع السجن؟ ملهم النقاب. شو عم تفكر؟ اعتقلت سيدي بتهمة التلاعب بالعملة والاتجار غير المشروع بالبورصة وتبويض أموال بعض تجار المخدرات، وبعدنا سفر الكل على جهنم بتطلع أدلة جديدة ومنعطي البراءة. وهيك يصير لازم يرجع نادر بأقرب فرصة. أمرك سيدي.